السلام عليكم اخواتي، مرحبا بكم. ان شاء الله تكونوا كامل بخير وانتم تشوفوا في الفيديو تاعنا اليوم. اليوم ان شاء الله بغيت نشارك معكم كذلك جديد حلويات 2022 اللي هي هذه الحلوه الراقيه، حلوه بريستيج او حلوه الورشات. ان شاء الله تجربوها وتمتعوا فيها. حلوه راقيه بغاناج الشوكولاته، تزيين بسيط وراقي. ان شاء الله تعجبكم الوصفه وتجربوها لافراحكم ومناسباتكم. نقول لكم ما تنساوش تدعموني باللايكات والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس باش توصلوا بكل ما هو جديد. ونروحوا نبداو مباشره في المكونات وطريقه التحضير. نبداو بسم الله على بركه الله. هنا كنت شاركت معكم وصفه تاع صابلي بزاف، ما بغيتش باه نديرها لكم اليوم ولا نعاودها لكم. المهم انا ديت عجينه تاع صابلي. المقادير غادي تلقاوهم مكتوبين في صندوق الوصف، رجعوا لصندوق الوصف تلقاو جميع المعلومات الخاصه بالوصفه، سواء الروابط سواء الوصفه. هنايا عجينه الصابلي غادي نحلها ودايرها في الثلاجه، نحلها بشان يكون ما هو خشن ما هو غليظ، يعني في المتوسط، لانه غادي ندير غير حبه، مانيش غادي ندير حبه فوق حبه. تبغوا ديروها بالكاكاو يبقى لكم على حساب الرغبه. تبغوا ديروا قاعده ما تطيبش متكونه من الفيتين والشيكولا ولا. هنا بعد ما حليت العجينه تاعي ندي طابع اللي يكون هكا اوفال على حسب المول. انا المول اللي اختاريته كبير شويه غادي ندير هذا، واذا كان عندكم المول الصغير ديروا هذا. نقطع نطبع الحلوه تاعي نديها في عفوا ندخلها الفرن طيب على 180 درجه. نوريكم السمك تاع العجينه حتى يدي اللون الذهبي. اذا كان عندكم هذاك الطابي ديروه في الطابي. ها هو السمك تاع الحلوه، غادي ندخلها طيب كيما قلت لكم نعاودو نتلاقاو. هنا نجيو للمكونات تاع الحشوه. عندي 3 مغارف تاع كوفريت ذوق شوكولاته، عندي كيلة تاع جينواز، وعندي 3 مغارف كبار تاع كاوكاو محمص ومرحي خشين ولا تقدروا تعوضوه باللوز. ولا هنا عندي كيلة تاع الكراميل اللي غادي نجمع بها الحشوه تاعي. تبغوا تلموا باي حاجه تفضلوها نتوما. عندي هنايا لافاني ونحتاج كراميل هذه تاع الفلون، عندي نصف علبه لانه المقادير صغيره. نبداو بسم الله نحط هذاك الكوفريت، نضيف عليه هذيك لا جينواز نفتتها. تقدروا ديروا حلوه التركولا. هنا فتت لا جينواز تاعي، مستعمله جينواز فاني وكراميل، نخلطهم نضيف عليهم هذاك الكاوكاو كيما هكا، نضيف هذيك لا فاني، ونضيف هنايا هذيك الكراميل اللي قلت لكم تاع الفلون. غادي ندي نصف علبه، غادي ندير هذيك الكراميل وهنا نجي نجمع الخليط تاعي بالكراميل كانت تحصل على حشوه تكون متجانسه اللي نطيق نحشي بها الكاطو تاعي. نعجنها مليح كما راكم تشوفوا. هنا نزيد غير شويه ونخليها جانب. شوف غادي تشرب لي لانني دايره الجينواز. هنا كيما راكم تشوفوا ذوق الشوكولاته السوداء، ضفت لها شويه تاع الزيت كيما تقدروا ديروا شيكولا بالحليب ولا شيكولا بيضاء. هنا يديت كيما راكم تشوفوا هذا الموت تاع السيليكون، كاين الحجم الكبير وكاين الحجم الصغير. نتوما هنايا الطابع كيما قلت لكم تاع الصابلي يرجع لكم. اذا كان المول صغير يعني فيه اكثر من حبه ديروا المول الصغير اللي وريته لكم. درتو كيما انا هذا ديروا في القالب اللي وريته لكم. هنا نجيب الشيكولا تاعي اللي كنت ذوبتها، وغادي ندير هذه الطريقه اللي اعتمدتوها معايا في الحلويات البريستيج ولا جديد حلويات 2022. غادي ندير 3 طبقات، كل مره ندير الطبقه في الثلاجه تبرد ونواصل العمليه. انا غادي نكمل بنفس الطريقه حتى نكمل الحبات اللي عندي ونعاودو نتلاقاو. هنا كيما رانا نشوفوا بعد ما درت 3 طبقات في الشيكولا تاعنا، هنايا ديت غاناج تاع الشيكولا بيضاء اللي كنت خدمتها معكم من قبل، غادي تلقاو الرابط تاعو في صندوق الوصف. هنايا غادي نجي ندير كميه من هذاك الغاناج بهذه الطريقه اللي كنت درته في جيب حلواني باه يسهل عليا الخدمه والخدمه تاعكم تجيكم مقيه.
هنا بالك اخواتي سقسوني باش نطيقو نعوضوه، يعني هو بالكناج يجي بنين. طيب ديري له الكراميل. بعد نجي هنايا عندي شويه تاع نوازيت اللي كنت كسرتهم محمصي، غادي ندير هنايا قطع بهذه الطريقه. ديروا لوز ولا ديروا بيستاش ولا اي حاجه تكون عندكم. بعد ما درت هذيك المكسرات نجي هنا للحشوه تاعنا. شوفوا كيفاش خليتها جاريه، شوفوا كيفاش تلقاوها شربت وتساعدكم في الخدمه. نجي هنايا ونغطي هذيك الكناج ولا الاخر اللي درناه. بهذه الطريقه ما نضغطوش بزاف، غير واحد شويه نسويها. وانا دائما قلت لكم اي حشوه يكون فيها جينواز يكون فيها بيسكوي ما تخافوش، يعني ديروها جاريه وما تخافوش، غادي من بعد تخلوها ترتاح تلقاوها شربت لكم في حال ما اذا ما خليتيش الحشوه. هنا غادي نكمل وندخلها للمجمد، نخليها تبرد تشد روحها يعني واحد الربع ساعه ولا نص ساعه. الصابلي تاعي راه واجد، وندير شويه تاع الشيكولا الذوب على حمام مائي ونجي نكملوا الوصفه مع بعض. هنا نجيب الشيكولا ونغلق عليها الحشوه تاعنا هكا، غير كميه قليله تاع الشيكولا ماشي حاجه، وندخلها للمجمد كما قلت لكم. كما تقول تستغناو على هذه المرحله. نخليها واحد 10 دقائق ربع ساعه تشد روحها مليح، نعاودو نتلاقاو. راكم تشوفوا الصابلي تاعنا هذا هو الشكل تاعو بعد ما طاب. هنايا نحتاج شويه تاع الشوكولاته اللي نبلع هنايا الزوائد، وهنا نجيب شويه تاع الشوكولاته نديرها هنا فوق الصابلي تاعي ونثبت الحبه بهذا الطريق كما راكم تشوفوا. هنا كما راكم تشوفوا ديت شويه تاع الشوكولاته كانت عندي، تبغوا ديروا شوكولاته سوداء ولا بيضاء يبقى لكم على حسب الرغبه. درتها هنايا في جيب حلواني، نجيب هنايا الحبه تاع الكاطو تاعي والتزيين يبقى لكم على حسب الرغبه. ندير خطوط بهذه الطريقه. من بعد هنايا عندي حبات تاع نوازات اللي يكونوا بالقشره تاعهم، غادي نثبتهم هنايا، نلصقهم بشويه تاع الشوكولاته. طبيعة الحال التزيين بالورقه الذهبيه. غادي نكمل انا الكاطو تاعي نوريكم جاهز ان شاء الله في صحن التقديم. الكاطو تاعنا كما راكم تشوفوا هذا هو الشكل النهائي تاعو، هذه هي الحبه عن قرب كما راكم تشوفوا فيها. هنا زدتها غير الورقه الذهبيه، تبغوا تضيفوا لها اللمع الغذائي يبقى لكم على حسب الرغبه. التزيين كذلك على حسب ما تبغوا نتوما. بالنسبه لسعر البيع بالحبه 7000، يعني اذا درتي الحشوه تاعك بالمكسرات ودرتي فيها لميتيها بالكراميل لميتيها من 7000 فما فوق، يعني الحك حتى 10000 الحبه. اذا درتي مثلا في الحشوه درتي غير مادلين درتي غير مكونات قليله، تشوفي يعني الخساره تاعك شحال خسرتي صوالح وتحسبي على هذا الاساس. هنا غادي نقسم لكم الحبه تاع الكاطو تاعنا كيفاش دات من الداخل، نشوفوا كيفاش تجي هذيك الحشوه اللي كنا درناها تاع الكراميل تقعد طريه. هنا الصابلي ما درتوش غليظ، وهنايا هذاك الكناج تاع الشوكولاته البيضاء مع الشوكولاته السوداء وهذوك لي كونكاسي اللي درناهم في الوسط. نتمنى ان شاء الله الوصفه تاعنا اليوم تعجبكم، تجربوها وتنجحوا فيها. كلكم ما تنساوش تدعموني باللايكات الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس هكذا توصلوا بكل ما هو جديد. ما تنساوش تعملوا بارطاج للفيديو.